في متابعة لأعمال البرلمان، صادق مجلس نواب الشعب اليوم على ميزانية وزارة الداخلية باعتمادات مقدرة ب 2557 مليون دينار، بعد ما كان النواب أجمعوا على ضرورة تعزيز ميزانية وزارة الداخلية بغاية حربها على الإرهاب. حبيت أنه ننطلق من نقطة أنا أعتبرها هامة وهامة جدا، وهي تقريبا كانت القاسم المشترك في كافة تدخلات السادة النواب، واللي يتعلق بنقص التجهيزات، اهتراء البنية التحتية، تطوير إمكانيات العمل الناقصة والإحداثات الجديدة لمراكز الأمن والوحدات الأمنية. كما استكمل البرلمان خلال الأيام الفارطة المصادقة على ميزانية المؤسسة التشريعية اللي قدرت ب 29 مليون دينار، ورغم الانتقادات اللاذعة اللي وجهها النواب بخصوص النفقات اللي تم رصدها للسفارات والمنح، إلا أنهم أكدوا أنها ميزانية غير قادرة على تحسين عمل السلطة الأولى في البلاد. الطلبات كانت في حدود 34 مليار، لكن نظرا للوضع العام تاع الدولة تم تقليصها إلى 29 مليار و460. هل التقليص هذايا باش يخلي الموازنة تتماشى بنسق ضعيف لطموحات المجلس؟ وباعتمادات مقدرة ب 122.4 مليون دينار، تمت المصادقة على ميزانية رئاسة الحكومة بعد ما سجلت تراجع ب 15% مقارنة بالسنة الفارطة. تلتها المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية المقدرة ب 108 مليون دينار، وبتطور بلغ 11.9%. تطور أرجع مدير الديوان الرئاسي إلى زيادة في الأجور ومنح سلك الأمن الرئاسي، كما قال أنه تم الضغط على النفقات قدر الإمكان. لكن تبريراته ما أقنعتش النواب اللي اعتبروا أنه وضع ميزانية رئاسة الجمهورية بأضعاف ميزانية مجلس نواب الشعب هو تقزيم للسلطة التشريعية. نعرف اللي كل شيء تعمل معناها عن دراية وعن قصد، وهذا فيه محاولة لتقزيم وإضعاف الدور التشريعي والرقابي متاع المجلس. مجلس النواب مازال لا يحظى بالميزانية اللي المفروض تكون عنده، من أجل أن يقوم دوره يعني بطريقة أفضل، ومن أجل أنه يحسن الدور متاعه حتى عند المواطن التونسي. هذا ومن المنتظر تتواصل الجلسات العامة للنظر في بقية ميزانيات مختلف الوزارات، رغم الجدل اللي يقع قبل المصادقة عليها، إلا أنه تمريرها يكون في العادة بأغلبية مريحة.